مؤتمر أبل للمطورين WWDC لهذه السنة كشفت فيه الشركة عن أمور مذهلة: معالج قوي بقدرات رهيبة، ماك بوك إير بنحافة مذهلة، ماك بوك وحش العمل الثقيل، ماك ستوديو يرعب كل صانع محتوى. لكن كل هذا لم يخطف الضوء عن التحديث الجديد iOS 17. الكل انتظر بفارغ الصبر ليرى المميزات الجديدة التي سيأتي بها هذا الإصدار الجديد. في هذه الحلقة جمعنا لكم 15 ميزة جديدة في iOS 17 الجديد. أولا، تخصيص نافذة المكالمات. الآن مع iOS 17 عند استقبال مكالمة لن يتم تعريف المتصل بالاسم فقط أو بصورة شخصية، بل بوستر كامل يمكنك تخصيصه مسبقا بخلفية صورة أو إيموجي خاص بالمتصل. يمكن تخصيص خلفيات جهات الاتصال تماما كما لو أنك تخصص صفحة قفل الشاشة الخاصة بك، والخلفية لن تتوقف فقط بالظهور في حالة الاتصال بل تمتد حتى للصفحة الخاصة بجهة الاتصال. هكذا سيكون أسهل للمستخدم التعرف على المتصل حتى لو كان الهاتف بعيدا عنه ولا يستطيع قراءة اسم المتصل. ثانيا، البريد الصوتي الحي. يحدث كثيرا أن تصل عليك رقم غريب أو حتى صديق لك وتريد معرفة نية المتصل أو سبب الاتصال دون الرد لضيق الوقت أو تفاديا لأي إحراج. مع ميزة البريد الصوتي المباشر ستظهر رسالة المتصل الصوتية في العلبة في الوقت الفعلي، وعندها يمكنك الاختيار إما الرد على المكالمة أو تركها. الرسالة الحية لن تسمعها فقط بصوت المخاطب بل حتى تتحول إلى نص يكتب في الوقت الفعلي إن لم يكن الوضع يسمح بتشغيل الصوت. مع هذه الميزة قل وداعا للإحراج مع دعوات الأصدقاء للخروج في وقت لا يسمح. ثالثا، تطبيق جورنال. ليس هناك أفضل من تدوين اليوميات لتذكر أفضل اللحظات. تطبيق جورنال الجديد في iOS 17 يعطيك فرصة تدوين اليوميات بطريقة عصرية ومميزة لم يسبق أن عشتها من قبل. التطبيق له صلاحية الدخول للصور وتذكيرك بصور مميزة، ليس فقط ذلك بل حتى بالمواقع مع ثيمات خاصة واقتراحات ذكية بإضافة أغاني ومواقع وصور إضافية تحت ثيم موحد يعبر عن الذكرى المراد الكتابة عنها وليساعدك على البدء. سيطرح عليك التطبيق أسئلة نموذجية للبدء في الاسترسال والتعبير بكل راحة. يمكنك حتى جدولة التطبيق ليرسل إشعارات تذكرك بكتابة يومياتك. رابعا، ستاند باي. ميزة مستوحاة من أبل ووتش. قم بوضع الهاتف على حامل في الليل أو أثناء الشحن وستظهر المعلومات الضرورية كالساعة والتقويم بطريقة مميزة أشبه بساعة مكتبية. شكل التوقيت يتغير بأشكال وثيمة مختلفة. يمكنك حتى الاستعانة بويدجتس وصور عشوائية لأفضل ما التقطت كاميرا جهازك. الميزة أيضا ستستعين بثيم أحمر ليريح عيونك ويساعدك على النوم. خامسا، الملصقات. فضلا عن التصميم الجديد والجميل لتطبيق اي مسج، تم العمل بشكل مكثف على خاصية الملصقات. عند الضغط على الأيقونة اليسرى الموجودة في صندوق الكتابة اضغط على أيقونة الملصقات وستجد درجا يعج بالملصقات اللطيفة والفريدة من نوعها. يوجد كذلك جميع الوجوه التعبيرية محولة لملصقات. المثير أنك تستطيع ببساطة تحويل أي صورة حية إلى ملصق بكل بساطة. بمجرد الضغط على زر الزائد في الدرج سيظهر لك صورك الحية التي تصلح أن تكون ملصقا. النظام يزيل لك الخلفية ويحولها بطريقة احترافية. هذه الملصقات لا تقتصر فقط على تطبيق اي مسج بل يمكن المطورين استغلالها في تطبيقات الطرف الثالث. اير دروب. أبل سهلت عملية تبادل الأرقام عبر ميزة نيم دروب. إن كنت مع صديق وأردتما تبادل وسيلة اتصال سواء رقم هاتف أو بريد إلكتروني يكفي فقط وضع الجهازين بجانب بعضهما البعض وإير دروب سيقوم بالعملية. هذه الميزة تعمل سواء لأجهزة الآيفون أو ساعات أبل ووتش، ولإرسال الصور قم بنفس العملية. في حال ابتعد الجهازان عن بعضهما سيتم التحويل للبيانات واستكمال إرسال الصور عن طريق الإنترنت مع شير بلاي. يمكن مشاركة الأغاني المفضلة بكل سرعة في حال كنت في حصة رياضة مثلا مع صديقك وتريد الاستماع لنفس الموسيقى. ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض واترك إير دروب يقوم بالباقي. سابعا، تحسينات سريعة في تطبيق الرسائل. تصفح تطبيق الرسائل أصبح سهلا. توجد ميزة فلترة الرسائل لوضع قواعد تسهل البحث لإيجاد الرسالة التي تريدها بسرعة. في المحادثات الجماعية اقفز مباشرة للرسالة الأولى بخطوة واحدة إن لم تقرأها بعد، وللرد على أي محادثة قم بالإماءة واكتب رسالتك بسرعة. ثامنا، تنقل بأمان.
نبع الحنان يبقى بالها منشغلا دائما وانت في الخارج، مع خاصية تشيك إن الجديدة في تطبيق مسجز. يمكن لشخص تحادثه أن يرى تحركك نحو الاتجاه المطلوب وتقدمك في طريقك. لو توقفت لمدة عن التواصل يمكن للميزة إرسال معلومات كفيلة للمساعدة أو الاطمئنان عليك على الأقل، مثل نسبة البطارية أو موقعك الحالي أو حالة البيانات لديك. بطبيعة الحال كل هذه المعلومات مشفرة من طرف لطرف وآمنة. تاسعا، تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية. كم مرة توصلت برسالة صوتية عبر اي مسجز ولم تسمح لك البيئة المتواجدة فيها بسماع الرسالة؟ الآن تطبيق الرسائل الخاصة بآيفون سيخدمك ويحول لك الرسائل الصوتية إلى نص بدون سرعة ودقة دون أي أخطاء. يكفي فقط التأشير على الرسالة الصوتية والضغط على خيار وستبدأ الكلمات تظهر بشكل انسيابي. عاشرا، فيس تايم. أبل أخيرا تطلق خاصية كثر الطلب عليها وطال انتظارها من الجماهير. في iOS 17 تطبيق فيس تايم لم يصبح فقط تطبيق إجراء مكالمات مرئية مباشرة، يمكن الآن ترك رسالة مرئية بالفيديو لأصدقائك يتوصلون بها دون الحاجة لاتصال مباشر من طرف لطرف. الميزة 11، المصحح التلقائي. ميزة المصحح في لوحة مفاتيح الآيفون أصبحت أذكى وأكثر عملية مع iOS 17. عند كتابة كلمة والمصحح عدلها وأردت العودة إليها، فقط قم بالضغط على الكلمة وستظهر تلك التي كتبتها. المصحح سيتنبأ بما ستكتبه وسيكمل بشكل تلقائي الكلمة أو حتى جملة بأكملها، وطبعا ذلك بناء على كتاباتك السابقة. إن كنت تريد التنبؤ الصحيح فقط اضغط على المسافة وسيكمل هو العبارة. 12، الإملاء. عملية الإملاء في لوحة المفاتيح هي الأخرى خضعت لتحسينات متطورة وأصبحت ودودة للمستخدم وتفهم ما يريد كتابته بدقة أعلى بنسبة خطأ أقل بفضل معالج أبل المدمج. 13، الخرائط. لا حاجة الآن للشبكة لتصفح أي خريطة ضرورية. أبل الآن تمنحك الصلاحية لتحميل أي خريطة من خرائط التطبيق وتصفحها في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. 14، سيري. المساعد الصوتي بدوره خضع لبعض التحسينات الطفيفة في إطار سهولة الاستخدام والسرعة في الأداء. iOS 17 لن يفرض عليك قول مرحبا للسيري لتسألها عن شيء، يخفي فقط قول سيري بدلا من هاي سيري، ولن تحتاج لتكرارها في كل مرة عند تكملة الحديث معها، والمحادثة ستبقى مفتوحة حتى تنتهي. 15، ألبوم لحيوانك الأليف. تطبيق الصور سابقا كان يتعرف بذكاء على الشخصيات الموجودة بالصور وبشكل تلقائي وذكي يخصص ألبومات لها. iOS 17 الآن سيتعرف على حيواناتك الأليفة في الصور ويخصص لها ألبومات تماما كما يفعل مع الإنسان. كانت هذه 15 ميزة جديدة في iOS 17. إصدار بيتا التجريبي هو متاح للمطورين بالفعل الآن، أما النسخة التجريبية العامة ستكون متاحة خلال شهر يوليو، أما النسخة الرسمية ستتوفر للمستخدمين. شاركنا انطباعك حول الإصدار الجديد من النظام، هل كان عند حسن ظنك؟ وهل سيكون أندرويد 14 القادم من جوجل قادرا على منافسته في المميزات والتحسينات؟ تعليقاتكم ننتظرها أسفل في مكان التعليقات، وإلى اللقاء.